يا اهلا بكل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه. احنا دلوقتي منورينا اثنين من جميلات النادي الاهلي، بطلتين من بطلات التنس في النادي الاهلي، وهنتكلم بقى طبعا معاهم ونعرف عن خلفياتهم وتفاصيلهم مع هذه الرياضه. احنا النهارده منورنا ومشرفنا، عشان بس ما اقولش الاسماء مش مظبوط، داليا شريف لاعبه التنس في النادي الاهلي، وكمان ياسمين مصطفى. صباح الفل عليكم واهلا بيكم. صباح الهنا، منورنا. وبيبقى انا وكريم نبقى سعداء لما بنستضيف بجد ابطال من النادي الاهلي رياضات مختلفه، خصوصا كمان لو بنات، لان في تحيز شويه. بس نتكلم كمان عن التنس. خلينا نبدا بداتوا امتى التنس، واخبار التنس معاكم حتى هذه اللحظه ايه، والطفره اللي حصلت برضو. هبدا بيك يا ياسمين. اوكي، انا بدات تنس وانا كنت عندي 8. انت دلوقتي كام سنه؟ انا دلوقتي 20. شكلك اصغر. 8 بدات، كنت انا في نادي الصيد ده كنت في الاول، طبعا منتخب من انا صغيره تحت 12 يعني لغايه دلوقتي. مع الاهلي انا جيت من سنتين، كوتش غزاوي كلمني، طبعا كان في عروض من نوادي كتيره، بس طبعا كوتش غزاوي طبعا يعني نادي الاهلي حاجه تانية خالص. طبعا. وانا هو بقالي سنتين قلت حضرتك، و مبسوطين جدا هناك، رولز جميله جدا. حاجه تانية خالص بمعنى ايه؟ قولي لنا كده رؤيتك وتجربتك مع النادي الاهلي. اوكي، يعني انا مثلا كنت في الصيد قبل كده، كان نظام تمرين كل حاجه متنظمه جدا، مش محتاج حضرتك انت تتكلم خالص. كنشاط ككوتشز مش عايزه افوت حد طبعا. Okay. كوتش محمود مبدي طبعا هو الهيد كوتش بتاعنا، صراحة كان تعبان معانا جدا الفترة اللي فاتت، وطبعا باقي التيم مش عايزة أفوت حد. والبيرسونال فيتنس كوتش بتاعي كابتن مصطفى محمود، بجد تعبوا معانا الفترة اللي فاتت، نظام نظام نظام. فصراحة مش مدينا فرصة ان احنا نحتاج حاجة. هايل، كويس ان ده حصل. وفي المقابل احنا بنتكلم على ان انتوا حاليا بطلات في هذه الرياضة. تجربتك انت بقى ايه مع النادي الاهلي ومع عالم التنس، وابتديتيه من سن قد ايه، وهل دي كانت اول رياضة لعبتيها ولا كان في حاجة قبلها؟ انا بدأت عندي 5 سنين، دلوقتي عندي 23. بس انا عندي اخوات كبار، عندي 2 كبار، فهم كانوا بيلعبوا تنس، فالموضوع بدأ كده يعني. طب. لعبوا تنس، فانا لعبته، وما لعبتش لعبه غير التنس. وانا بقالي مثلا في الاهلي 5 أو 6 سنين، ما رحتش بس غير الست سنه بس، بعدين رجعت الاهلي. بس دي كانت اي ثينك دي اول سنه ناخد الدوري، بقى لنا كذا سنه في الاهلي. بصراحه السنه دي فعلا كانوا مهتمين بينا اكتر عن العادي، حتى كنت محمد الغزاوي كان بيجي كل ماتشاتنا، وهو يعني حتى المجموعات وكده كان بيجيها، مش سامي والفاينل بس، وكان بيجي دايما يسبورت وكده. انت اخت ميار صح كده؟ طب ما بطبيعه الحال لازم ده اسمه كلام، هو لازم حضرتك انا لازم اروح اي حته اعرف اني اخت ميار وشويه كده حتى ابني يقولها كمان عليك. والله ساعات وساعات. لا بس حلو ان العيله عندكم كلها يعني رياضيه، وما شاء الله مش رياضيين عاديين، ناجحين كمان. طبعا طبعا يعني ماير مسيطره. يعني عقبالك على فكره. دي انتوا الفرق السن قد ايه تقريبا؟ انا وماير فرق بينا 4 سنين. حلو جدا. في لسه انتوا عندكم فرصه يعني 20، وانت دلوقتي يعتبر كام برضو؟ 23. لا لسه طبعا في يعني وقت كتير جدا.